بجد الترحيب بحضراتكم معايا في الاستوديو نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن محمود ابو الذهب. طبعا كابتن مصر برحب بيك كابتن مصر. وحشنا يا كابتن فاروق وربنا يخليك. طبعا يعني بقى لها فتره بس لازم برضه اعزيك مره ثانيه. يعني انا بشكرك طبعا على التعزيه وربنا يرحمهم جميعا. يا رب امين يا كابتن. ربنا منور طبعا الاهلي امبارح. النادي الاهلي يمكن وعوده مره اخرى لبطوله الدوري بشكل ما، مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الداخليه، فوز على الاسماعيلي بهدفين والداخليه ايضا بهدفين. يعني مشوار ان شاء الله بيبتدي بقوه. انت عندك مؤجلات، عندك اربع مؤجلات حتى الان، لكن انت هدفك الان يا كابتن هو الصداره. صح. بص يا فاروق، يمكن واحنا كنا بنلعب طبعا هدف النادي الاهلي على البطوله. يعني طول عمر النادي الاهلي بيلعب على البطوله، سواء مؤجلات، في مؤجلات ما فيش مؤجلات، هو ده هدف النادي الاهلي. يمكن عايز اقول لك بشكل كبير جدا النادي الاهلي من الفرق اللي بتلعب عندها حافز وعندها دافع وعندها لعيبه كويسه جدا، عندها لعيبه خبرات، عندها لعيبه تقدر يعني تعمل الفرق بشكل كبير جدا. النادي الاهلي بيلعب الفرق يعني بتستقتل قدامه، بتلعب بطريقه دفاعيه. النادي الاهلي بيلاقي صعوبه كبيره جدا ان هو يخترق الدفاعات اللي موجوده في الفرق، سواء بيلعب الاسماعيلي بيلعب الداخليه. يمكن احنا شفنا الاسماعيلي هو اللي بيهاجم النادي الاهلي لكن في ربع ساعه او خمس دقائق، لكن النادي الاهلي بخبراته بيقدر يسيطر على المباراه، بيعرف يخلي الفرق اللي قدامه تلعبه او بيلعبوا بطريقه النادي الاهلي، مش هم مش النادي الاهلي اللي بيلعب على طريقتهم. يمكن احنا شفنا تصريحات الكابتن علاء عبد العال قال لك انا عارف فرقه النادي، كل مصر افريقيا عارف النادي الاهلي، لكن انت تعرف تخترق النادي الاهلي ازاي او تكسب النادي الاهلي ازاي، هو ده الصعوبه. لكن النادي الاهلي بيعرف يلعب الفرق، بيعرف يكسب، بيعرف امتى يدافع وامتى يهاجم، عنده لعيبه كتير جدا بتحقق له الفارق. يمكن احنا شفنا الكابتن حسام البدري، يمكن انا سعيد جدا بالروتيشن اللي هو عامله لانه عنده ضغط مباريات، فمش عاوز يجي يدخل اللعيبه في اجهاد او يدخل اللعيبه في ارهاق كبير جدا، لانه عنده كل 3 4 ايام ماتش. يمكن عنده المؤجلات هتتلعب يومين، او يعني هيلعب الاسبوع اللي هو هيتلعب وبعدين يلعب مؤجل. لكن الحاجه الثانيه مباراه الداخليه، يمكن الكابتن حسام حقق مكاسب كبيره جدا الفتره اللي فاتت، ان هو المباراه دي اديته 3 بونت خليته ترتقي 3 مراكز، بقى في المركز الرابع ولسه ليه 4 مؤجلات واللي هو بدايه المصري من يوم الثلاث. الحاجه الثانيه كسبنا لعيب افريقي عنده سرعات بشكل كبير جدا، لعيب باكا اسمه ايه؟ باكا يمكن هو لعيب كويس جدا وعنده سرعات. يمكن برضه اللعيبه الافارقه عندهم ذكاء يا كابتن فاروق، ان هم بيبصوا للنادي الاهلي على انه نادي كبير وده محطه ليهم للاعتراف. الكره الجنوب افريقيه متطوره، يعني متطوره وبيلعبوا كوره على الارض. يعني عارف انت النهارده في، خلي بالكو، سوبر سبورت بيلعب مازيمبي النهارده في النهائي الكونفدراليه، ودائما بيوصلوا للنهائيات. دائما الكره الجنوب افريقيه بتتطور بشكل كبير. شفنا سان داونز، شفنا كايزر تشيفز، شفنا اورلاندو بايرت، بنشوف الانديه هناك بتوصل للنهائيات، فيدل ان في لعيبه بتطلع من عندهم. وانت عارف يا كابتن فروم، يمكن انت سافرت او رحت جنوب افريقيا برضو كانت مستعمره انجليزيه، يمكن هم برضو قريبين من الكره الانجليزيه شويه، لكن هم بيلعبوا كره على الارض. يمكن شفنا فرق كتير جدا في افريقيا من اللعيبه الكويسه جدا، فاتمنى ان كابتن حسام الفتره الجايه. يمكن طبعا انا سعيد بمستوى محمد الشناوي، يمكن برضو ان انت عندك بديل كويس جدا لشوف اكرامي. كابتن حسام عامل توليفه كويسه جدا النهارده، بيحط لعيب اي لعيب او اي حد بينزل بيقدر يادي اكنه اساسي، ويمكن عامل توليفه كويسه جدا. انا عايز اكلمك، واحنا ان شاء الله السنه دي واحنا بنحاول نحافظ على البطوله للمره الثالثه على التوالي. احنا جينا اخذنا 7 سنين لو نفتكر كابتن ابو الذهب الدوري ده، كان فيها ما نيجي نبص للتيم في التوقيت ده، انت كنت افضل لاعبين في كل مركز، هتلاقي 2 لا احنا عندنا 4 يعني عندك لو مش عارف كمونه على الحديد مشير وكان محمد يوسف كان يوسف صح. فانت بتتكلم ان انت كان ساعتها في الوقت ده عندك الاجازه، عشان كده اخذت 7 سنين متتاليه بطوله الدوري. تتوقع في ظل الوجود اللاعبين والجاهزيه اللي موجوده فيها ان يحصل ممكن هذا الانجاز مره اخرى كابتن ابو ده؟ بص يا كابتن فاروق، خلينا واقعيين. يعني احنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين. بص النادي الاهلي اجهز فرقه، عنده لعيبه كتير جدا تحقق له الفارق. النادي الاهلي عينه على البطوله دايما، بيلعب على البطوله، عنده حافز البطوله، يمكن مستواه ثابت طول الموسم، اللعيبه بتاعته قد المسؤوليه، بيتحملوا مسؤوليه كبيره جدا تجاه ناديهم وتجاه نفسهم وتجاه جماهيرهم. يمكن هم بيلعبوا على بطوله بشكل كبير جدا، او بيلعبوا اي بطوله بتخش فيها النادي الاهلي قدروا ان هو لازم ينافس على حصد البطوله، حصد البطوله. الحاجه الثانيه النادي الاهلي عنده الدكه تقدر، او الناس الاحتياطي تقدر تنزل يعني تحقق له الفارق. يمكن انا
في اوقات كتيره كان فاروق مثلا، انا يمكن انا لعبت في غير الاهلي كنت بشوف اللي الدنيا عامله ازاي. يعني انت اولا ما فيش موارد بشريه، ما فيش موارد ماديه، الدنيا متلخبطه بشكل كبير جدا، لان انت بتحاول تكسب عشان تقعد في الدوري او تقعد في نص الدوري او محاول ما تنزلش، ما بتاخدش فلوس، فدي برضو بتعمل لك عامل كبير جدا من الفشل او من انت ما بتحاولش تادي. لكن النهارده لعيب النادي الاهلي نفسيا مرتاح، عنده كل المشاكل محلوله، طموحه مختلفه كده، وبعدين الطموح مختلف لان انت لعيب برضو دولي او لعيب منتخب كبير، فانت النهارده لعيبه كبار، انت نجم، فبالتالي انت مرتاح نفسيا فبتقدر تادي في الملعب بشكل كويس. لا وكمان يعني عشان برضو نبقى متفقين يا كابتن، انت جمهورك يعني مخليك دايما في حاله استنفار طبعا كلاعب طبعا. وهو كلاعب كمان لما انت بتبقى كويس بتشوف الرد الفعل في الشوارع، بتشوف رد الفعل في كل حته انت بتروح فيها، فانت ليه تفرط في حاجه تكون جميله بالنسبه لك؟ كمان بتفوز عشان ترضي جمهورك، فبالتالي انت بتستمتع بحياتك. انت كمان ولما بتكسب بتحب تنزل الشارع، يعني انت عاوز تشوف رد فعل الناس او مقابله الناس ليه؟ قول لي. كنا ساعات كنا بنتعادل يعني لا انت كنت تنزل، ما كناش بننزل الشارع. لا احنا كنا بنتعادل كان بتحصل مشكله، يعني الناس حتى بتزعل، يعني حتى مش هقول لك عزيمه، لا انت بتتعادل الناس بتزعل جدا، ازاي والنادي الاهلي والكلام ده، فانت بتبقى تحاول ان انت بعديها بتستنى المباراه اللي بعديها عشان تنزل تعوض. كان عندك ميزه برضو ان لعيبه النادي الاهلي في لعيبه كبيره عندها خبرات، ان هي كانت تلم الفرقه وتقعد معاه وازاي وما يحصلش، واحنا بنلعب على بطوله وبتحاول تعوض. الحاجه الثانيه يا فاروق، في ميزه في لعيبه النادي الاهلي بتحاسب نفسها بنفسها. يعني عندك لعيبه، انا مثلا لو انا النهارده مثلا وحش في المباراه وقلت طب انا كنت بعمل ايه وما عملتش ايه، وبتقعد تحاسب طب انا غلطت في كذا وعملت كذا، فبالتالي انت بتقدر تحاسب نفسك فبترجع لمستواك بسرعه. فدي حاجه كويسه جدا، حتى لو انت ما بتتمرنش كويس فبترجع تتمرن كويس، او بتحاول تزود اللياقه البدنيه عندك، بتحاول تزود حاجه ناقصه عندك، طب انا ما غطيتش الحته ديت، لا كنت المفروض اجري، فبتتفرج كمان على الماتش. انت كنت لعيبه النادي الاهلي من اللعيبه اللي بتحاسب نفسها بشكل كويس، وانت كنت حضرتك عارف ان كان عندنا كباتن كبار يعني قائدين في الملعب، ان هم كان بيوجهوك بشكل كويس. يمكن احنا كان حظنا كويس في الجيل بتاعنا، كان في كابتن شوبير، كان في كابتن اسام عرابي، الكابتن ابراهيم، الكابتن حسام، كان بيوجهوك بشكل كويس جدا، عندهم خبرات يقدروا يوصلوا لك المعلومه بشكل كويس، وكنت بتحترمهم، فبالتالي هم عايزينك تبقى كويس، فانت كنت بتقدر في الفتره دي ان انت يعني تحاول باي شكل مشكله النادي الاهلي. ويمكن احنا حصلنا في سنه، يمكن انا اقول لك يمكن حصلنا على دوري وكاس والبطوله العربيه الابطال الكوس وابطال الدوري، وخدنا كاس النخبه وخدنا كاس، يمكن خدنا خمس ست بطولات في الموسم ده بالالتزام والحب اللي كان موجود بين اللعيبه، لان انت بتبص ان النادي الاهلي اسم كبير وانت لعيب عندك خبرات وانت عندك لعيب دولي، فانت بتتحاسب مش هتتحاسب زي اي حد. فده يمكن سر نجاح النادي الاهلي وسر حب اي لعيب بيتمنى انه يجي يلعب في النادي الاهلي. لكن انا برضو حته ان انا بتكلم على كمان معدل اعمار كابتن ابو الدهب الى حد ما صغير في السن، عنده او انت كونت فريق بالشكل ده يعني فريق صغير السن يقدر في ظل التاقلم والقدرات والشكل الجماعي والفردي اللي موجود يقدر في البطولات القادمه يقدر يستولي عليها. يعني انا وجهه نظري ما اعرفش كابتن ابو الدهب ممكن يكون لا، وعايز اقول لك على حاجه، حتى اللعيب الكبير يا كابتن فاروق، انت لعيب الكوره بص، اي لو سالت اي لعيب الوقت في الكوره يقول لك تتمنى يعمل ايه، يقول لك ارجع على كوره تاني. يعني احنا قاعدين كده انا وانت، انت بتبص للملعب كده والتمرين تحب ان انت ترجع. كابتن حسام عامل توليفه كويسه جدا، عنده لعيبه صغيره جدا تقدر على المدى البعيد ان هي تحصد بطولات كتير للنادي الاهلي، لعيبه مهاريه بشكل كويس جدا، عندهم حلول. كابتن حسام يمكن عامل، يمكن في مين اللعيب الكبار اللي في الفرقه؟ ما فيش الا احمد فتحي، حسام، عاشور، عماد مرعب، احمد فتحي 3 يمكن. وعايز اقول لك على حاجه، هو وحسام عاشور 3 عايز اقول لك على حاجه، يعني صغيرين يا كابتن فاروق، النهارده لما تقول لي احمد فتحي كبير ازاي، ده بيلعب منتخب مصر اساسا والمنتخب بيتحط. انا بكلمك من اللي هم الاكبر سنا واسما، حتى الكبير اللي فتحي وشريف وعاشور لا بص 33 هي ما بتتحسبش بالسن يا كابتن فاروق، بتتحسب بالعطاء في الملعب، هم بيقدروا يدوا. النهارده قادرين ولا مش قادرين؟ الكابتن حسام البدري بيعتمد عليهم بصفه اساسيه وموجودين في التشكيله الاساسيه، منتخب مصر موجودين فيه، يمكن زي ما قلنا
احمد فتحي اساسي البكرايت بمنتخب مصر، شريف اكرامي متواجد، لو عصام مش متواجد هو بصفه اساسيه موجود، عصام عاشور يعني عايز اقول لك على حاجه، عصام عاشور من اللعيبه كويسه جدا، ومن احسن ماتشات شفتها له في ماتش الاسماعيلي. يمكن الراجل ما غلطش في تمريره، يمكن لو حسبنا له التمريرات اللي عملها ما غلطش في ولا تمريره، بيقدر يغطي ونص الملعب بشكل كويس جدا، قائد في الملعب، غيور على النادي الاهلي. نفس الطريقه يمكن عماد متعب، هو فرصه قليله لكن ان شاء الله جايه ويلعب باذن الله الفتره اللي جايه. طيب خليني اكلمك، يعني انا هخش في المباراه فنيا سواء الداخليه والمصري القادمه، لكن خليني اكلمك على هجوم النادي الاهلي كابتن ابو الذهب، وفي حاله طبعا رجوع مروان مع وجود عماد متعب وباكا واحمد ياسر ريان برضو عشان نقول ان ده لاعب مميز برضو طالع في فريق النادي الاهلي وصاعد من قطاع الناشئين، مجموعه كبيره من اللاعبين خصوصا في هجوم النادي الاهلي يديك طمأنينة بشكل كبير في المرحلة القادمة، وحتة الروتيشن اللي كانت بتتكلم عليها، ولكن في جزئية الهجوم. يعني بص عايز اقول لك على حاجة، في ناس اتكلمت على وليد ازارو بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت وانتقدته، عايز اقول لك على حاجة، يمكن انا شفت في مباراة الاسماعيلي والداخلية ان الكابتن حسام البدري مدي تعليمات ان ازارو بيطلع بره كتير على اساس يفتح المجال ان اجاي ومؤمن زكريا، وخصوصا في ماتش الاسماعيلي لانه كان مركزين معاه بشكل كويس جدا، يمكن كان بيتلعب عليه مان تو مان، فكان بيدي مساحه بشكل كويس ان هو وليد ازارو بيخرج على الاطراف ويقدر يكمل اجاي من بيخش من العمق. حاجه ثانيه، انت عندك النادي الاهلي ما تخافش عليه في الفتره اللي جايه، عندك فرق فراوده كويسه جدا عندها حلول تقدر تكسب النادي الاهلي بشكل الفتره اللي جايه. وليد ازارو من اللعيبه الهدافه اللي هيجي مع الخبرات، نفس الطريقه ياسر احمد ياسر ريان لعيب كويس جدا، مروان كابتن في مروان محسن برضو لما يرجع من الاصابه هو خلاص ابتدى يخش تدريبات جماعيه مع فريق، دي مكسب كبير جدا، ده مكسب كبير جدا للنادي الاهلي مع وليد ازارو ومع اجاي ان هو يقدر يحققه بشكل بص عايز اقول لك على حاجه، باكا ده هيجي له احتراف كبير جدا في مصر، وبكره اقول لك وانا فكرتك وانت بتتفرج عليه يا كابتن شفت ايه؟ خلي بالك السرعه بتاعته اعتقد انها يعني هتفرق كتير جدا مع فريق النادي بس عايزه تستغل بشكل كويس. يعني انت يعني لان انت بص عندك كمان عندك الفرق في معظم الفرق اللي هتلعبك عندهم بطء في الدفاع، ان في يمكن احنا لما بنلعب بقول لك خلي بالك السرد باكين بتوع الفرقه دي بطاء، فدي ممكن يضرب لك الديفنس بشكل كويس جدا، ممكن يعمل لك يعني يضرب التكتل الدفاعي بشكل كويس جدا. عايز اقول لك على حاجه، هو ممكن يلعب يعني من طرف من الطرفين شمال سواء شمال او يمين، عنده سرعات لا كمان اللي هو عنده الحميه او عنده الميزه ان هو يلعب في الفتره اللي جايه. زي ما قلت لك، هو انا قلت لك يا فاروق النادي الاهلي يمتلك لعيبه كويسه جدا، لعيبه عاليه، وبعدين انت عندك احمد حمدي، وبعدين انت لسه عندك حمدي، احمد حمدي بلعيبه كويسه جدا ولسه الفرصه هتجيله، يمكن انا شفته يمكن ما بيلعبش وكان جاي له عرض احتراف مذهل يعني، والنادي الاهلي ما وافقش قال لك لا انا محتاجه يلعب في الفتره الجايه. ممكن تفكير الكابتن حسام البدري ان هو ممكن يديله الفتره اللي جايه، بس انت الوقت ممكن يعني مضغوط ان انت عندك ماتشات مؤجله عاوز يكسب عشان يوصل للصداره، فدي ممكن تكون ضغطاه شويه في الفتره اللي جايه. حته الروتيشن زي ما قال كابتن حسام البدري انها بتتعمل لصالح الفريق وفي توقيت مناسب عشان ما يحصلش حاله التفكك في وقت من الاوقات، لو انت نزلت بعض اللاعبين اللي ممكن يكون لسه توقيتهم ما جاش مع الفريق ممكن كمان تخسرهم في بحاله نفسيه او في نفس الوقت تخسر بسبب هذه الجزئيه. بص يا فاروق، انت بص اي فريق بيلعبك بيبص لك على انك النادي الاهلي، فمش فارقه بقى لعيب صغير لعيب ناشئ، اللعيب الناشئ اللي بيلعب في النادي الاهلي بتعمل له حساب بشكل كبير جدا، لعيب هيقدر يؤدي، لعيب عنده خبرات، لعيب فاهم كويس جدا، حتى متعلم او متاسس في الناشئين بشكل كويس جدا على لعب النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، فما اعتقدش ان لو لعب هيأدي وهيبقى كويس وهيدي فرصه، لكن انت النهارده عشان مضغوط ان انت قلقان انت عاوز توصل للصداره بشكل كويس. يمكن انا سمعت تصريح للكابتن حسام قال لك الشهر ده عامل فارق في تاريخ النادي الاهلي ان انت تقدر توصل للصداره وتحتل. وعايز اقول لك على حاجه، النادي الاهلي ان شاء الله يكسب الاربع مؤجلات الجايين ومش هينزل من على ال كابتن. انت لو كسبت الماتش المصري هتبقى بشكل كبير هيكون عندك بنت. تعالى 16 3 نقاط 19 فانت بتنط فوق الزمالك في التوقيت ده، طبعا هيكون الزمالك بيلعب برده في الوقت ده، ولكن قربت بشكل كبير للاسماعيلي. مؤجلاتك هتبقى برده ليها عامل كبير جدا، انت اقل فريق لعب في هذا الموسم، يعني حتى الان النادي الاهلي لعب 6 ماتشات يعني فاضل لك 4 مباريات، اكتر الفرق لعب 10 كله يعني 10 اسابيع يعني انت عندك المصري وعندك بعد كده طنطا
تلعب طنطا، تلعب مصر المقصه، يعني برضو ماتشات صعبه مش سهله. لا لا لكن ما بص خلي بالك المستويات متقاربه، الفريق الوحيد اللي ممكن يكون بعيد شويه عن المستويات دي هو الاهلي، عشان بس نتفق عشان احنا في هنا في الاهلي. انا بقول لك يا كفرو لو هنتكلم كوره هو النادي اللي بتفكر انه يقدر انه ياخد بطوله هو النادي الاهلي. صحيح، يعني النادي النهارده من اول يوم في فتره الاعداد انت من غير ما المدير الفني يتكلم او مدير الكره بيتكلم، انت كلاعب رايح لابس فنان لا لا انت بتلعب على بطوله الدوري العام، بتلعب على بطوله الكاس. يعني النادي الاهلي انت قلت كلمه كويسه والاندرو ان النادي الاهلي تفرج لبطوله الدوري او البطوله المحببه ليه. النادي الاهلي عنده مصمم انه ياخدها او مصمم عليها. ان النهارده النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي عنده لعيبه جاهزه، عنده مستوى ثابت في الاداء بشكل كبير جدا، وعنده لعيبه اللي تقدر تحقق له الهدف ده. وحاجه انت عندك مجلس اداره في ظهر الجهاز الفني واللاعبين بشكل محترم، فانت بتادي. وعندك انت كمان كاعلام بتساعد النادي الاهلي ان هو يحقق بطوله بشكل كويس. طيب يمكن يا كابتن واحنا بنتكلم على الفريق بشكل عام، الافضل ما فيه انك عندك بقى كل اللاعبين بيجيبوا اهداف، يعني بتشوف سعد موجود اهو بيحرز، كان قدامنا من شويه وامبارح احرز هدف جميل. انت كنت واحد من الناس برضو، انت وكابتن سمير كمونه وكابتن محمد يوسف، حته الجراءه والوجود عدد كبير من اللاعبين يقدروا يحرزوا اهداف في مباريات بتفرق كتير جدا يا كابتن. ما دي 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 برضو من 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 مكاسب الفرقه، ان انت عندك لعيب في تنوع، ان لعيب مش لعيب واحد بتعتمد عليه انه يجيب عبد الله السعيد او عمرو. تشوف انا الماتش كان سعيد جدا بمستوى عمرو السوليه في الفتره اللي فاتت، احنا اتكلمنا قلت لك ان عمرو السوليه من اللعيبه كويسه جدا، او مستواه كان في الاسماعيلي كان اكبر من كده، لكن عمرو السوليه ابتدى يستعيد مستواه بشكل كويس. الحاجه الثانيه انا سعيد جدا بسعد سمير انه هداف. بص يا كابتن يعني كمان المدافع بيبقى عكس الفيرود، لما يجيب جول او ما بيجيبش بيبقى فرحه عليها فرحه كبيره جدا، عنده جرأه بشكل كويس، لعيب راجل لعيب جدع، عنده ميزه ان هو عنده جرأه انه يروح يهدف، فدي حاجه كويسه جدا انا سعيد بيها. حاجة تانية ان انت عندك مستويات اللعيبه ارتفع، يمكن عبد الله السعيد كمان مستواه ارتفع في الفتره اللي جايه، يمكن شفنا بعد الراحه اللي اخدها بشكل يعني بعد الاصابه فرقت معاه بشكل كويس جدا، بقاله 3-4 سنين بيلعب من غير راحه، فدي فرقت معاه بشكل كويس جدا. مستوى النادي الاهلي زي ما قلنا يا كابتن انه بتلعب على بطوله، فالنهارده لما تقول مستويات يمكن احنا شفنا بعض الفرق بتكسب فرق كبيره وبعدين تيجي الماتش اللي بعديه تتغلب، بعدين تتعادل، في فرق مستواها مش ثابت، لكن المستوى الثابت وقلنا ان ده الدوري العام نفس طويل، يعني الدوري العام ده نفس طويل، اللي هو كابتن حسام بدر او النادي الاهلي عامل حسابه كويس جدا ان عنده فرقتين، لانه بيلعب على 3-4 بطولات في الموسم. انت سنتين يا كابتن حتى الان بسم الله ما شاء الله، بس عشان جمهورنا يعرف انت ما بتتغلبش، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. ده رقم لا برضو. في ناس يا كابتن فاروق كمان اتكلمت قال لك ان في لعيبه كتير جدا شبه بعضيها في النادي الاهلي، يعني في ناس كتير في خط معين، قصدي في خط معين اللي هو الخط بتاع عبد الله. لا ما هو لا في مثلا مؤمن زكريا، في احمد الشيخ، في ميدو جابر، في حمودي، في ما فيش حاجه اسمها شبه بعض. كل واحد بيبقى ليه ميزة مهام او ليه ميزه، فالكابتن مدير الفني هو اللي يعرفها، احنا ما نعرفهاش ممكن، لكن في ميزه ويقدر في طريقه يقدر يخلص ويقدر يغير ويقدر يعمل تشكيله كويسه او توليفه لصالح النادي الاهلي. طيب انا امبارح بس واحنا بنتكلم وانت بتتكلم في هذه الجزئيه، يعني عجبني جدا تصريح كابتن علاء عبد العال ان انا ما عنديش احمد فتحي، ما عنديش عبد الله السعيد، وقدرات هي قدرات ما بين فريق الداخليه، وده بما معناه يعني هو بيتكلم قدرات عاليه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واكيد وجود المباراه في ملعب استاد القاهره فرق كتير جدا بالنسبه للنادي. احنا بقى لنا على فكره سنتين وعشر شهور ما كناش بنلعب على هذا الاستاد اللي هو دائما يعني مميز لينا كابتن، تحس انت رجعت بيتك تاني. يعني كان حاجه مشرفه جدا، بس هي كان ناقصها الجماهير، يعني ان شاء الله ترجع، يعني ان شاء الله ترجع بشكل كبير جدا. كابتن علاء بعلم المدربين المحترمين جدا، لكن بيتكلم ان هو بيلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي، هو بيتكلم بواقعيه، عنده لعيب. هو كان كل امل او طموحات الكابتن علاء ان هو يخرج ببنط، يعني هو برضه لو ما كسبش ما يخسرش، لكن هو عارف ان هو بيلعب فرقه كبيره جدا. هو بيتكلم على احمد فتحي، يعني عايز اقول لك حاجه، انا بشفق على اي مدير فني بيلعب النادي الاهلي. لما تيجي النهارده احنا لما بنيجي نلعب يا كابتن فاروق انت بتلعب بتقول احنا هنمسك فلان، لكن النادي الاهلي النهارده لما بلعب النادي الاهلي هتمسك مين؟ هتمسك فتحي ولا هتمسك عبد الله السعيد ولا هتمسك مؤمن زكريا ولا هتمسك مواليد سليمان ولا ازار ولا ولا ولا؟ فاللعيب بيبقى مدرب بحيله، فانت بالتالي اي فرقه هتلاعب النادي الاهلي هتعمل زون ديفنس او هتلاعبه من ربع الملعب او ثلث ملعب. فالنهارده لو فتحت او اخترقت النادي الاهلي زي ما شفنا ماتش الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي بيلعب مفتوح، فبالتالي
انا عايز اكلمك بقى دي الدقيقه 16 يا كابتن في الماتش، وانت بتتكلم بقى على كابتن عبد العال ورؤيته لفريق نادي الاهلي، ادي عبد الله السعيد ثم باكا عبد الله السعيد تاني. المباراه بشكل يمكن في الدقيقه الاولى انت جالك هجمه كانت المفروض تبقى هدف يمكن طلعها مدافع الداخليه من قلب الجول، ولكن شفت المباراه ازاي وخصوصا بقى الاهداف اللي جت؟ يعني عندك بص شكل الاهداف عامل ازاي يا كابتن؟ بص يا كابتن، يمكن انا شفت يعني التحركات النادي الاهلي في شكل سليم في الملعب، بيقدروا من لمسه واحده، لان زي ما قلت لك ان الكابتن حسام البدري عامل حسابه ان فرقه الداخليه هتلعب زون ديفنس، فانت تضرب اي فرقه كابتن. تفكير النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي في اول ربع ساعه لازم احرز هدف على اساس افك التكتل الدفاعي. طول ما انت طول ما انت 0-0 الفرقه بتتمسك ضدك بتتماسك وبتقدر تثبت نفسها. لكن عايز اقول لك كمان، يمكن لعيبه الداخليه كابتن فاروق، بص ثلاثه رايحين يضغطوا على عبد الله السعيد، يعني انت لو جبناه معلش الاول تاني هتلاقي في فرق ثلاث لعيبه بيضغطوا على عبد الله السعيد. كان كده ليه وبعد كده عشان كابتن ابو الدهب برضه اصل يعني جزء دفاع او خطا دفاع يعني في نادي الداخليه يعني نتيجه طبعا تحركات فريق لعيبه النادي. بص يا كابتن، ادي 1 2 3 4 5 6 7 مش ماسكين حد يا فاروق، يعني انت بتلاعب النادي الاهلي، نادي كبير. بص لو انت رايحين نضغط، بص اربع لعيبه، بص اقف يا بيبو معلش، بص يا كابتن يعني ارجع سنه، بص يا كابتن فاروق، انت عندك فرقه الداخليه برضو الوقفه بتاع المدافعين، النادي الاهلي يعرف يضرب التكتل ده بشكل كويس جدا. يعني بص انت الكره راحت لعبد الله سعيد، كام لعيب رايح يضغط على عبد الله سعيد؟ بص 1 2 3 4 ولا لعيب من فرقه الداخليه ماسكه، حتى لو اتلعبت لفتح جول او اتلعبت لنفس الطريقه لعمرو السوليه جول، فبالتالي ضربوا بسهوله وقدر النادي الاهلي يكسب منها. فده اخطاء بيقع فيها الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي. حتى بص اللعيبه كلها واقفه بتتفرج، يعني انت ما بتبصش على الكوره. كل اللعيبه اللي بتلعب، يمكن انا قلتها قبل كده يا كفاروق، كل اللعيبه اللي بتلعب بتبص على الكوره بس، ما بتبصش على الخصم. شوف بص الوقفه يا كابتن فاروق، يعني بص الوقفه بتاعت فرقه الداخليه كلهم واقفين مش ماسكين. انا مش عايز اقول كلمه عشوائيه يعني يا كابتن، اكيد لا مش عشوائيه، بيعلمهم بشكل كبير. خلي بالك فريق الداخليه من اقوى الفرق المفروض في جزئيه الدفاع على مر سنتين ثلاثه ومن ساعه ما صعد فريق. انا عاوز اقول لك ليه كده، عشان لما نقول النادي الاهلي بياخد بطوله ما بياخدهاش من فراغ. النادي الاهلي عنده لعيبه كبيره، لعيبه دوليه بتعرف تتحرك، بتقف بشكل كويس، بتقدر يعني تكسر التكتلات اللي موجوده المدافعيه اللي موجوده الفرق الثانيه. فانا بقول لك اي فرقه لازم بتلعب النادي الاهلي بدفاع منظم. ممكن فرقه او فرقتين بتعرف تلعب النادي الاهلي في الدوري. انا عايز اسالك حاجه يا كابتن ابو الدهب، وانت كده ممكن واحد بنتكلم، انت مدير فني لفرقه من الفرق الدوري الممتاز، انت المفروض تلعب النادي الاهلي زي، على فكره النادي الاهلي يا جماعه مفروض ان هو كتاب مفتوح، معروف اللاعبين، معروف بيتحركوا ازاي، معروف ان هم بيتعاملوا ازاي، فبالتالي كتاب مفتوح بالنسبه لاي مدير فني، ولا انا غلطان يا كابتن؟ يا كابتن بص، ما هو كتاب مفتوح زي ما قلت لك في الاول، بس تعرف تكسبه. اعرف تكسبه. مين؟ ما انا قلت لك الوقت يا كفاروق، مين في فرقتين يعرفوا يلعبوا النادي الاهلي؟ للي حافظ النادي الاهلي كويس. يعني انت عندك الكابتن حسام حسن من المدربين الفنيين اللي بتعرف تلعب النادي الاهلي او بتقفل عليه كويس او بيضغط على النادي الاهلي كويس. بص اي فرقه، مين الثاني بقى كابتن برضه؟ في فرقه الاسماعيلي من الفرق الكبيره وعندها كره محترمه، واحنا اصلا واحنا لعيبه على مر العصور. انت لان كره الاسماعيلي كره هجوميه، وعندهم انا بشوف ان هو برضه من المدربين اللي ممكن بس يعني بتبقى صعبه المباريات قدام. ما انت بتبقى صعبه قدامه ليه؟ لان انت بتلعب بطريقه دفاعيه. لكن مين اللي بيهاجم النادي الاهلي؟ يعني كان انا بص لو انا مدير فني يا كابتن، لازم ما افتحش قدام النادي الاهلي او ما افتحش خطوط قدام النادي الاهلي. وعايز اقول لك على حاجه، يمكن النادي الاهلي بيعرف يكسر التكتلات ديت، ويعرف ان هو عنده حلول، عنده لعيبه تقدر تخلص له. ده كمان مش مدير فني يا كابتن فاروق، ده في لعيبه في الملعب بتقدر توصل لبعض او لزمايلها المعلومه ان انت تكسر او يعني تكسر التكتل بشكل كبير جدا. طيب انت بقى لو مدير فني يا كابتن النبض، لا هدافع بس، العب على هجمه مرتده، هجمه مرتده بس. لكن لو بالقماشه بتاعت الداخليه، مع احترام الفرقه فرقه محترمه وفرقه تقدر فرقه كويسه وعامله نتائج كويسه في الدوري العام، لكن لو انا معايا فرقه كبيره هتبادل النادي الاهلي. يمكن شفنا الوداد في المباراه يعني ال 180 دقيقه الماتشين هنا وهناك كان بيدافع، كان بيلعب مرتد صح قدام النادي الاهلي. بص هو احترم النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي كويس وعارف لعيبته بشكل كبير جدا، فلاعب ال 80 دقيقه. فانت النهارده لو انا مدير فني العب على الهجمات المرتده مع النادي الاهلي، لو جات لك الجرأه وهتفتح قدام النادي الاهلي.
حطيه هتتغلب 3-4 حقيقي. بس هو فعلا يعني اكيد يا كابتن انت هاجمت الوداد والوداد كان بيلعب بشكل دفاعي اكتر، لكن سوء توفيق او عدم التوفيق في مباراه زي كده ما خلتكش تكسب. انت لو كان في هدف من الاهداف اللي انت رحت بيهم وكان في انفرادات لوليد ازار وبعض اللاعبين ومؤمن كان ممكن المباراه فرقه بتزهقك يا كابتن فاروق. يعني انت وانت فروت في الملعب في ممكن فرقه تزهقك في الملعب او من كتر ما بتدافع فبتخليك تزهق، لكن احنا ما كناش بنزهق او ما كناش بندي فرصه ان احنا ندى، لكن عندك في اللعيبه تقدر تخلص عندك حلول. يمكن انا اقول لك على حاجه، زمان كنا بنلعب فرقه القناه، كان الله يرحمه كابتن فؤاد شعبان كان عارف انت كره الهاندبول كان بيوقفهم كده على طول يا ابني هاجموا، احنا كنا بنتحايل عليهم يعني، احنا كنا بنقول لعيبه القناه هاجموا لو جبت جول فتحت الفرقه. يمكن لا بص، والفرقه اللي بتدافع هتلاقيها بتتغلب 3-4 لان خلاص هو النهارده ما هو جون زي 2-3 صحيح. انت اول ما بيخش في الجون فالمدير الفني من بره بيقول له هاجم، طب ما تهاجم من الاول او العب يعني لو في فرقه تفضل واقفه مش عايزه تخش في فرقه واقفه 18 وتلعبها احد عنده سرعات تلعبها له طويله وبعدين تروح تجيبها وبعدين تبتدي الهجمه. طب في فرق بتهاجم كده، لكن اول ما بيخش في جون تبص تلاقي ابتدى فتح خطوطه، ابتدى يهاجم، ابتدى يخلي شكل الفرقه فبيبتدي يتغلب او بيشيل عدد كبير من الاهداف. لكن انت من اول مباراه ممكن تبادل الهجوم النادي الاهلي. وعايز اقول لك حاجه، اي فرقه اوعى تلاعب النادي الاهلي مان تو مان، يعني مفيش مدير فني ينزل كده بقى مان تو مان على مين بقى؟ ما هي دي المشكله، ان اللعيب المصري بدون الغرور والله، بس لا لما تيجي تبص لا في كمان يا كابتن فاروق معلش اختار لي اسم كده هتمسك عليه، هتمسكه من كام لعيب يعني؟ لا في مين بقى؟ عبد الله، هتمسك احمد فتحي، هتمسك باكا، هتمسك وليد ازار، يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده. بص يا كابتن فاروق انت كمان لما بتقول للعيب امسك مدير، لو انا مدير فني بقول للعيب امسك مثلا فاروق مان تو مان، هيفضل ماسك لفاروق مان تو مان، يبقى انا خسرت اللعيب صح، لان اللعيب ما بيلعبش، هو خلاص المدير الفني اداني مهام ان انا امسك فاروق افضل ماسك فاروق. يا ابني طب ماشي لما يبقى معانا كوره العب، لما تفتقد الكوره ارجع امسك يعني. فهو بالتالي بتبقى ناقص لعيب، لان انت النادي الاهلي اللعيبه هيتحرك، لعيب النادي الاهلي يبتدي يتحرك، يبتدي يهاجم، يبتدي يمسك الكره بشكل كبير جدا، فهيبقى عنده حريه، لكن اللعيب الثاني بيخسر. فانا ممكن انا بقول لك النادي الاهلي اللعيبه اللي بيلعب اي فرقه هتلاعبه هتلاعب زون ديفنس، تقدر تلعب على الهجمه المرتده، اول ما يخش فيها جون يا كفاروق بيبتدي يفتح الخطوط. طيب مباراه يمكن احنا ما اتكلمناش عليها، احنا كنا بنتكلم على الهدف كده والاولاني، لكن المباراه بشكل عام كابتن ابو الدهب انت شفتها ازاي بقى بالنسبه للاهلي؟ زي ما قلت لك يا كفاروق النادي الاهلي يمكن عنده ما بيلعبش بتشكيل ثابت الفتره ديت، الكابتن حسام بيعمل روتيشن او بيغير، خصوصا عنده 3-4 ماتشات مؤجلين، عنده كل يوم كل 3-4 ايام مباراه مؤجله، فبالتالي ان هو مش هتلاقي فرق مثبت تيم. شفتها مباراة جيدة جدا، يمكن حققوا مكاسب كبيرة جدا يا كابتن فاروق، ان انت لعبت على اول مرة تلعب على استاد القاهرة، وده اللعيبة حست ان هي رجعت لبيتهم في بعد فترة. الحاجة التانية انت كسبت اللعيب باقة، لعيب كويس جدا عنده سرعات. الحاجة التالتة اللي كسبت ان انت محمد الشناوي بيلعب للمباراة التالتة على التوالي بشكل كبير جدا. الحاجه الاكبر ان انت حققت 3 بونت، ان هي يعني طلعتك 3-4 مراكز بشكل كبير جدا، ان انت النهارده كان عندك 16 بونت، تكسب المباراه اللي جايه يبقى عندك 20، ولسه عندك 3-4 ماتشات مؤجله. واعتقد ان ده هدف الكابتن حسام البدري في الفتره اللي جايه. المكاسب يا كابتن غير باكا بقى، ايمن اشرف ايه رايك فيه؟ بص عايز اقول لك حاجه، يمكن الكابتن حسام البدري محظوظ جدا لما كنا انت مدير فني وعندك لعيب بيقدر يلعب في مركز واثنين وثلاثه، يقدر يحل لك مشكله كبيره جدا، لعيب راجل ولعيب جدع. وعايز اقول لك حاجه، هو مش غريب على النادي الاهلي، ابن من اولاد النادي الاهلي، وانا سعيد جدا بمستواه، يقدر مع صبر. وبعدين في كمان يا كابتن انت ما اتكلمناش على صبر رحيل، يعني بفتره تلاقيه موجود في كل وقت ما شاء الله عليه، طبعا راجل وجاهز زيه زي محمد نجيب او زي اي ما بيبقاش موجودين، لكن لما بينزلوا وبيلعبوا اساسيين زي ما بيطلب منهم بيقدروا يرجعوا وبيأدوا بشكل كبير جدا. يمكن احنا انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، ان انا ما حسيتش ان صبري رحيل كان ما بيلعبش الفتره اللي فاتت دي، مستواه ثابت ما شاء الله عليه. وبعدين اظهر ما بيتكلمش، بيتمرن وبيجتهد، هو ده اللعيب يا كابتن، انت تتمرن وانت تحت امر الجهاز الفني اللي موجود، تلعب ما تلعبش انت تحت امر الجهاز الفني، فده انا بحترمه جدا وبشكره ان هو بيأدي الاداء بشكل كويس. لكن ايمن فعلا يا كابتن يقدر يلعب لك باك، يقدر يلعب لك، هو كان في سبب من اسباب الهدف الثاني ان هو فضل فيه اصرار
لغايه لما راح بالكوره وطلعت كورنر واتلعبت واحرز منها سعد سمير هدف. هو عنده، بص يا كابتن، اي لعيب بيمسك فرصه بتجيله فرصه لازم يمسك فيها. صحيح. يعني ايمن اشرف لعيب كويس جدا عايز يلعب، يعني هو عارف ان رامي راجع ونجيب، هو عارف ان في ناس عداله تحت، يعني عداله ان هو اللي هيلعب هيرجع مكانه، فبالتالي هو عايز يلعب ودي حتى ودي في اي مكان. بقول لك يا كابتن، كنا زمان يقول لك انا هلعب بس لعبني وانا العب في اي مكان، ما عنديش مشكله بس ابقى موجود. عايز اقول لك على حاجه، اقول لك انا عن نفسي، انا بص انا حصلت معايا يا كفاروق. يعني انا اول ما جيت النادي الاهلي اول سنه انا ابتديت مثلا ايه العب باك رايت، لقيت نفسي بلعب هاف ديفندر سيرد باك، كان اول سنه مع حارس. فبصيت لقيت نفسي بعمل اجتماع قاعد مع كابتن مستر هارس، وكان الله يمسيه بالخير الكابتن محمد الورق كان مدير كوره. قلت له يا كابتن عايز العب، فقال لي، قال انا العبك ليبرو. قلت له العب بس العب، يعني انت تبقى موجود في النادي الاهلي. وعايز اقول لك على حاجه، انت بتلعب مع النادي الاهلي بتلعب مع لعيبه كبيره، انت محظوظ. لقيت نفسي بلعب ليبرو، يمكن انت ما بتستغل بقى ان انت عايز تلعب، انت مالكش دعوه باللعب، انا عايز العب. طبعا اللعيب بيبقى، بص يعني عايز اقول لك على حاجه يا فاروق، يمكن انت عارف، انا عايز اقول لك احنا كنا بنروح النادي الساعه 10 بتستمتع بالنادي، يعني انت مبسوط، انت فرحان، انت بتلعب في النادي الاهلي، فطبعا انا عايز العب فموجود، فبتدي تلعب ليبرو فانت بتتالق. يعني حتى ناس كتير جدا بتقول لي ايه هتلعب ليبرو ازاي ده، قلت لهم حد، ما انا بلعب في النادي الاهلي قدامك فلان وفلان وفلان وانت مكسر الدنيا. انت الليبرو حاجات بسيطه او حاجات سهله، ان انت بتلم ورا زمايلك، تمسك الكره بتسلمها، اما تيجي بتلعب السهل، لو قدرت ان انت تهاجم بتهاجم. فده طبعا اي لعيب النهارده، يمكن ايمن اشرف لعيب كويس جدا يقدر يحل اللي كان. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يمكن في سموحه كان بيلعب هاف، يعني بيلعب باك ليفت، بيلعب سيرد باك وبيلعب هاف، فيقدر يحل اللي كان. حاجه ثانيه يا كابتن، ان انت عندك ميزه، كابتن حسام البدري يمكن اسعد واحد بتالق اللاعبين ده، كابتن حسام البدري ما عندوش مشكله خالص في الفتره اللي فاتت، كان عنده لعيبه بتقدر تحقق له الفرق بشكل كبير. يعني سعد وهو بيحرز الهدف، يعني ده تحس انه فرق جايه زي كده، تبقى صعبه شويه يا كابتن، انا مش عارف دي الطبه دي ويحطها، يعني عارف ممكن الارض تبقى منديه، ممكن تزحلق، لكن يعني هو بص، هو سعد لعيب كويس، انت ممكن تحسها اكتر لان انت فرود، ان انت الكوره جايه لك فتحس ان لك يا طبعا. بس هو سعد لعيب من لعيبه كويسه جدا وتوقع صح. طيب خليني بس اخد بقى نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار والمدير الفني لفريق اسيوطي سبور، واكيد يعني فريق اسيوطي سبور السنه دي شكله مختلف، مع كابتن علي ماهر. كابتن علي مساء الخير عليك. نور، كنت محتاج انك تبقى معايا في الاستوديو، بس معلش مره جايه ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله شرف ليا يا فريق. طبعا كابتن ابو الدهب مع حضرتك. طبعا حبيبي كابتن علي، بالتوفيق يا حبيبي، ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك حبيبي. طمني الاول بس كابتن على فريق اسيوطي سبورت بقى، واخباره ايه، الدنيا اخبارها ايه معاكم ان شاء الله السنه دي؟ والله يا فاروق، طبعا الدوري، طبعا السنه دي الدوري صعب جدا. صح. شرس، يعني مفيش ماتش تقدر تقول عليه ماتش ممكن، عارف زي ما بيقولوا كده، كله ضرب ضرب، فاهم؟ مستويات متقاربه بشكل كبير يا كابتن. نعم، المستويات متقاربه بشكل كبير. يعني المصاد، لا السنه دي الموضوع صعب جدا قوي، يعني مهما الناس تقول لك صعبه، دي كلمه مش سهله، يعني لازم تشتغل شغل من نار، يعني تبقى على طول مستحصح، ولازم على طول تبقى، ولازم على طول اللعيبه بتاعتك كمان مركزين على طول. البونت غالي جدا، كنت تجيب نقطه واحده غاليه جدا جدا جدا، يعني الماتش المكسب، ان ربنا بيكسب، بيكلمك ماتش مكسب، بيبقى يعني حاجه كرم كبير جدا من عند ربنا. طبعا الكلام ده بيجيش غير انك انت فعلا، ربنا بيقول دايما لكل مجتهد لازم تموت نفسك عشان ربنا يدي. احنا طبعا عاملين ماتشات كويسه، عاملين مجموعه لعيبه كويسه في الكوب، زي ما انت شايف لعيبه فرقه الاسيوطي. ميزه السنه دي ان في فرق كتيره جدا بقى لها سنين في الدوري ما عندهاش شخصيات، ما عندهاش، ان هم فرقه جريئه قوي، عندها جرأه، ما بيخافوش، بيهاجموا. زي ما انت شايف بتلاعب كل الفرق الكبيره، المقاولين مثلا متعادل مع المقاولين 1-1، الفرقه كنت كسبان ومضيع بنالتي، كسبان الانتاج الحربي، بتلعب حتى الماتش الاخير بتاع المصري، انت خسرت 2-1 ومضيع اجوان كتير اكتر. صحيح. اكتر من مصر بكتير. فانت يعني انك انت هتكون انت عشان تعمل شخصيه في الفرقه بلعيبه صغيره، طبعا في معانا مجموعه لعيبه عندهم خبرات، لعيبه محترمه، لكن الاكثر والاكبر مجموعه لعيبه صغيره مواليد 96 و93، فلعيبه وعندي 99 وعندنا 95 في الفرقه، فمجموعه لعيبه صغيرين. فانت عشان تعمل الشخصيه دي يا فاروق، انت عارف كده كويس طبعا، انك انت تحط شخصيه بتقابل ازاي، انك انت بتجرأ اللعيبه بتاعتك، وازاي ان هم بيخلوهم دايما يخافوك، وان دايما اللعيبه دايما ربنا بيدي اللي بيتعب جدا ويتعبوا جدا، فلازم تفهم وتعرف
لازم تحط في جواك ان انت تقدر تكسب اي حد، ومفيش دايما مفيش مشكله انك انت تكسب فرق كبيره، وانت دايما النقط دايما تقدر تجمعها من الفرق الكبيره دي. فدايما بتحاول دايما حتى في المحاضرات بتاعتك انت ازاي بتثقف اللعيبه ان انت بتجرأها دايما ان هي تبقى لعيبه جريئه في الدوري. طيب يمكن يا كابتن المباراه دي مباراه امامنا على شاشه، مباراه الاسيوطي الانتاج كسبتر 3-1. اعتقد ان كابتن علي ماهر بقى بان كمدير فني بشكل كبير، امكانياته العاليه جدا اللي انا مقتنع بيها بشكل كبير، واللي كان دائما قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيتحكى بيها. انت عشان كنت عايش معانا يا فاروق كل حاجه، صحيح. الناس دايما كانت عايشه معانا وكانت بتيجي على طول النادي وكانت بتتابع، تحب تتابع كل صغيره وكبيره، فانت كنت المجموع يعني من الناس دي فعلا. انا كنت بشوفك هناك على طول ايام ما كنا ماسكين فريق 93، ايام تريزيجيه ورمضان وعمرو جمال، وكان المجموعه اللي هم ومجموعه الصغار الحمد لله. انت طلعت لعيبه كثير انت كابتن ما شاء الله عليك. يعني فالحمد لله الواحد بيحب الموضوع، ومهم جدا يا فاروق انك انت ما تعتمدش على انك انت ربنا لو كان مديك اسم ما تعتمدش عليه. مهم جدا تفهم وتعرف ان كل يوم في جديد طبعا في عالم التدريب. فمهم مش انا فلان فانت تفضل. انا سعيد بيك والله يا كابتن علي جدا، عايز اقول لك يعني والله بجد بامانه. لكن المباراه دي فعلا زي ما بقول لك مباراه الانتاج الحربي يعني بان فد جدا فعلا شغل المدير الفني في هذه المباراه بالنسبه لفريق الاسيوطي. يا فاروق الحمد لله رب العالمين، حتى الاجوان اللي جت كلها تلاقي الاجوان بتاعت محمود صلاح التحرك والله العظيم في التمرين على طول بتعملوها، بتحفظ يا كابتن بشكل كبير. ده مهم جدا، ده بقى هو ده اللي زي ما تقول مهم، انك انت تلاقي اثر النجاح ده. الحمد لله من كرم احلى حاجه بتكون انك انت لما تتعب قوي بتلاقي بقى النجاح ربنا بيديهولك. فالحمد لله يعني مبسوط ان الفرقه ان اللعيبه بتنفذ الكلام ده. وبص لعيبه في لعيبه معاك صغيرين لكن ما شاء الله بص مجرد انت بتتعب في الصخر ربنا اكيد هيديلك. صحيح، ده مهم جدا. عندك المباراه القادمه انبي يا كابتن علي مباراه صعبه اكيد. والله يا فاروق مفيش مباراه سهله، قول لي على ماتش سهل، قول لي واحده قول لي ماتش واحد سهل. طبعا كل الماتشات صعبه، كل الماتشات انت دايما بتذاكر الفرق على طول، بتقفل الصفحه وتاخد، مش بتقفلها انك انت لا خلصت، لا بتاخد الحاجات السلبيه انك انت بتشتغل عليها. ما تبقاش فيه لو كان عندك نقطه او اثنين او ثلاث حاجات سلبيه في الماتش دايما بتحاول انت تصححهم دايما في التمرين وفي شغلك وفي المحاضرات، تاخد الحاجات الايجابيه عايزين نزودها. ده اللي بنعمله النهارده، بدانا هو ده الكلام من النهارده، وعندنا بكره ان شاء الله، عندنا بكره معسكر يومين قبل الماتش بقول لك هو على القهوه يعني. فان شاء الله باذن الله نقدر، عندنا بقى الماتش عندنا يوم الاثنين ان شاء الله معسكر، يعني هنسافر القاهره، عارف احنا قاعدين انا مقيمين في المنتجع الاسيوطي على طول. تمام يا كابتن. فهنسافر ان شاء الله باذن الله القاهره معسكرين ان شاء الله عشان الماتش باذن الله، وربنا كريم ان شاء الله نقدر نعمل حاجه. نتيجة إيجابية بإذن الله إن شاء الله. كابتن بالتوفيق ليك. طبعا هل كابتن علي في بعض اللاعبين حاطط عينيهم عليه بالنسبة عليهم بالنسبة للانتقالات الشتوية؟ أكيد أكيد فاروق، يبقى في حد إن شاء الله، أكيد يبقى لازم يبقى في أبرز المراكز إيه يا كابتن بالنسبة لكابتن علي ماهر محتاجها؟ يعني مخلينا بس نعدي بس أنا مش لكن. أنت مش هتخوف اللعيبة بس ده وضع طبيعي يا خلي بالك، دي منافسة. لا مش كده بس، ما هو أنت مش لاقي برضه حد ما أنا لازم أنا ما بقولش أسامي، أنا بقول مراكز يا كابتن علي. لا عشان أجيب حد برضه المباراة دي يبقى أحسن من اللي عندي طبعا، يعني فاهم، مش هلاقي، يعني أنا بدور على كذا حد على كذا مكان، فأنت لو اللي موجود اللي هيجي شبه اللي عندي، لا اللي عندي اولى، اللي عندي واخد شغله تمام مرن وعارف شغل الكابتن علي عامل ازاي وبيتمرن ازاي، حافظ طرق اللعب اللي بتلعب بيها، فده الاولى. صحيح، انا بحترم وجهه نظر المدير الفني اللي بيفكر بالطريقه دي يا كابتن، خلي بالك مش يروح يجيب لعيبه وخلاص ويحطه، لا طبعا برافو عليك. انت مش هتجيبه خلاص، اما انا لا ده انا مطلع ولاد صغيرين وانت بتمرنوا معايا و97 بيتمرنوا موجودين فوق معايا، لو ما لقيتش حد احسن من اللي عندي لا خلاص، ما انا الولاد الصغير اولى، اتعب ما. انا انت كده بتتعب، اتعب مع الصغيرين احسن. صحيح يا كابتن، ما اقعد اتعب مع ناس ما لهاش معنى خالص ولا ليها لازمه. خلاص على الصغير هيبقى فيه حتى الافكت بتاعه التاثير اكتر علي. لكن الكبير خلاص بقى راحت. كابتن قدام عايز اسالك سؤال يا كابتن علي. يا حوده بس ما شاء الله عليك، انا سعيد جدا، انا متابعك من اول الموسم وانت عندك جرأة كبيره جدا، يمكن ما الناس بتبص لفرقه الاسيوطي لكن انت عامل فرقه محترمه او عامل توليفه كويسه بين الشباب والخبره يا كابتن. حاجه تانية ان انا سعيد بقى جدا ان انت بتهاجم، ما بتلعبش مدافع ضد اي فرقه. كان انا اتفرجت على الماتش الاخير اللي هو بتاع المصري، كان عندك حافز كبير جدا تكسب المصري في المصري، فدي حاجه محترمه كبيره جدا. وعايز اقول لك حاجه يا كابتن علي، ان اي فرقه بتلعبك في الدوري ممتاز
بالظبط هتعمل حسابك بشكل كبير جدا بالنتائج اللي انت حضرتك عملتها في اول بدايه الموسم، وانا اقول لك ان انت هتتعب الفتره الجايه وتشتغل على اللعيبه ديت لان انت هتحقق مركز كويس في الدوري الممتاز ان شاء الله. حبيبي يا محمود كلام محترم، ربنا يخليك يا محمود. كابتن علي، ممكن واحد من نجوم الهجوم في مصر في وقت من الاوقات كابتن علي ماهر، بتشوف مين بقى في الوقت ده في الدوري المصري ممكن لافت النظر بالنسبه لكابتن علي ماهر؟ في الدوري يعني؟ في الدوري او في الكوره المصريه بشكل عام يعني. لا في لعيبه كتير، عندنا لعيبه محترمه كتير جدا، وبتمنى ان ما يبقاش المنتخب يا فاروق، مهم قوي ان اللعيب يعني انت كنت لعيب كوره وكابتن محمود ابو لعيب كوره، مهم لما انت تلعب في الدوري تلاقي انك انت في ناتج ان انت تاخد حتى تتشاف في منتخب مصر. صحيح. يعني مهم قوي الناس اللي موجودين في المنتخب، انا فاهم ان مستر كوبر دايما سياسته ان هو الناس موجودين وحافظين شغله، كلام محترم جدا، لكن يمكن لما تجرب حد في الماتشات اللي قدام يمكن حد يجي لك تلاقي حد كتير. هو جرب عمرو مرعي في المباراه الاخيره مثلا يا كابتن، انت قصدك على حد من الدوري المصري؟ الدوري المصري يعني، مهم ان انت لما تلاقي لعيبه كان في مناداه بعمر السعيد مثلا يا كابتن في وقت برافو يعني. عليك عمر مثلا كان ياخد في بس عمر بسام فرود كويس والله. مين تاني يا كابتن من وجهه نظرك برضه؟ انا بقول لك عمر بسام الفرود اللي عندنا، عمر بسام اوكي، وعمر السعيد كويس، عنتر لعيب كويس، عنتر لعيب كويس فعلا صحيح. لعيبه كتير، مش عايز اتكلم على لعيبه عشان بس انا بكلمك على اللي انا يعني حاسه عشان شايفه ان هو في لعيبه بتتطور بسرعه جدا، لكن في لعيبه كويس يعني، في لعيبه ابراهيم حسن في الاسماعيلي لعيب هايل انا بحبه كده، عنده حلول، كريم بامبو طبعا، كريم بيتطور طبعا بشكل كبير صحيح، سريع وعنده حلول وبيعرف يجيب جول برضه، ففي لعيبه تقدر انك انت تقدر تستغلها يعني، لو خدت شغل كمان في المنتخب وخدت الثقه شايف انها تبقى اضافه. المشكله كابتن علي ان هو ما عندوش وقت، خلي بالك يعني هو عايز لعيب جاهز. هي دي مشكله كبيره عندك، بس انا بقول يا فاروق بس مهم قوي نبقى دايما يعني عارف، انا مش يعني زي فكره المانيا كده، محضرين فرقه واثنين وعندهم ثلاث اجيال صحيح فاروق جايين مظبوط صح، ثلاثه مش سته، انت بتتكلم في جيل واحد والله اعلم، احنا مش عارفين بعد كده مين اللي هيلعب منتخب. انت مش عارف مين يعني مين، انا عايز اسالك سؤال، مين اللي بعد عبد الله السعيدي بلاي ميكر في مصر؟ كلامك مظبوط صحيح. مين؟ انت هتقعد على مثلا صالح جمعه بقى مفروض. سؤال ثاني، مين بعد وليد سليمان وزكريا اطراف؟ مين؟ انت مش عارف تحط حد، فانت مين اللي هو ده اللي تحضر للي جاي بعد؟ ده مهم صحيح. طب كابتن علي خليني بقى اكلمك على الاهلي بقى، يمكن ما اعرفش حضرتك طبيعه المباراه الداخليه وعامه فريق النادي الاهلي، مباراه الاسماعيلي ثم الداخليه، شوف الوضع الحالي بالنسبه في النادي الاهلي، هو دلوقتي في المركز الرابع يعني عنده مؤجلات، هل جدول الدوري هيتغير في الفتره القادمه بعد ان شاء الله المؤجلات بتاعه النادي الاهلي؟ طبعا مفيش كلام، النادي الاهلي يعني عنده من الشخصيه والمقاومات ان هو يقدر يرجع في اي وقت، وكان لازم الفرق اللي هي ما استغلتش عدم وجود النادي الاهلي ان هو على في المقدمه ان هو كان تحت وبعيد قوي، كان لازم ما يضيعوش نقطه واحده، نقطه هيندموا عليها، خلي بالك النادي الاهلي لو ركب مش هينزل تاني من الفرق، مش اللي هو ايه، مش زي انا مش عايز اقول الاسماء، لكن في فرق بتركب وشويه وتنزل شويه، ما عندهمش ما يقدروا، ما فيش استمراريه. النادي الاهلي لو ركب فوق في الجدول مش هيعرف، مش حدش يعرف يحركه من على الجدول، من على قمه الجدول تبقى صعب صحيح، لان عنده لعيبه كثيره وحسن محترم، وعنده بدال الواحد في مكان واحد بس، اربع لعيبه تحطهم وانت مغمض اي حد يعني. بص صبر رحيل، يعني صبر رحيل كان التالت، كان علي معلول صح، زي صبر رحيل صح، صبر رحيل لما لعب ما تحسش ان صبر بعيد، ما حسش كتر ده، وكان بيتكلم في الجزئيه دي صحيح صحيح، هو مفيش مشكله خالص. هو ده الفرقه اللي عندها اللعيب دايما كمان يعني، بص اللعيب عنده مسؤوليه زي يا كابتن محمود، بص اللعيب عنده مسؤوليه زي هو مستني فرصته يعني، بص صبر رحيل كان التالت، لا واحد تاني ما يقول لك ايه خلاص انا كده كده انا ماشي انا خلاص مش فارقه معايا. بص انا وانا عارف ان في لعيبه بتخاف على نفسها وتخاف على اسمها وبتزود من نفسها بره كمان يعني، غير ان انا بتمرن تمريني جامد قوي مع الفرقه عشان خايف على نفسي لحسن امشي وحافظ على 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 على, على, على وجودي في النادي الاهلي، لازم ازود نفسي بره وجوه صحيح، والتزم بره والمثال عندك برضه يا كابتن غير صح، والمثال عندك ايمن اشرف، عندك محمد نجيب، عندك محمد هاني، عندك لعيبه كتير، تحط سيرت باك يلعب، تحط باك ليفت يلعب، تحط احمد فتحي زندر يلعب، تحط باك رايت يلعب، تحط سيرت باك يلعب، لو حطيته باك ليفت هيلعب، تحط رامي ربيعه سيرت باك يلعب، نص ملعب يلعب، تحطه باك ليفت يلعب، تحطه سنتر يلعب، ما عندكش مشاكل.
ما شاء الله يعني. كابتن علي انا بشكرك يعني، اكيد يعني نجم كبير، وان شاء الله كل التوفيق ليك مع الاسيوطي يا كابتن كمدير فني. زي ما قلت لحضرتك دائما احنا يعني انا دايما كابتن علي انا متوقعه لو هو كان في قطاع ناشئين في النادي الاهلي ان هيبقى مدير فني كفء، فان شاء الله كل التوفيق ليك، تجربه مميزه مع الاسيوطي سبورت، ان شاء الله تكمل بشكل كبير بقى سواء بقى مع الاسيوطي او مع فرق اخرى. كابتن علي ماهر نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق الاسيوطي سبورت. خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن ابو الدهب عن بعض طبعا الامور ومباراه المصري القادمه المهمه في الدوري الممتاز للنادي الاهلي. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. عايز اقول لحضراتكم ان مازيمبي الكونغولي بيفوز بمجموع المباراتين 2-1 ويفوز ببطوله الكونفدراليه الافريقيه كونفدريشن كاب، بقت من نصيب مازيمبي الكونغولي على حساب طبعا سوبر سبورت الجنوب افريقي. مبروك لفريق مازيمبي، طبعا فريق كبير دائما موجود سواء بقى في بطوله دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه. كابتن ابو الدهب خليني ارجع لحضرتك مره ثانيه بقى ونتكلم على مباراه المصري والمباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه صعبه، يمكن انت واحد من الناس دلوقتي كنت تتكلمني ان حسن بيعرف يتعامل او يلعب امام فريق النادي الاهلي، وعنده فريق وعنده مقومات ما شاء الله، مجموعه من اللاعبين مميزين سواء في خط الدفاع او وسط او الهجوم. بص زي ما قلت لك يا كفرو، يمكن النادي الاهلي بيلعب على الصداره، نفس الشيء للكابتن حسام حسن ان هو بيحقق مجد كبير جدا مع النادي المصري الفتره ديت، ان هو دلوقتي يمكن هو كان المباراه اللي فاتت كانت حطابش ان هو كسب الاسيوطي كان حطاب بشكل كبير جدا على الصداره. طموح ان الكابتن حسام يفضل موجود في المربع الذهبي، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده لعيبه تقدر تحقق له الهدف ده. لكن عايز اقول لك حاجه، من الفرق المحظوظه جدا يا كابتن فاروق في الدوري ان هي كل ماتشاتها على ملعب واحد. يعني انت بتلعب النادي المصري بتلعب على ملعب واحد وهو برج العرب، اللي هو كل الفرق بتروح له، يمكن المباراه كان بتاعه الاسيوطي راح له الاستاد العرب، فده بتحقق له استقرار بشكل كويس جدا. عنده مقومات كبيره جدا، مجلس الاداره محققها له في بورسعيد، موفرين له كل حاجه بشكل كبير، بيتحكم بشكل كبير جدا. لكن بيصطدم بفرقه النادي الاهلي، فرقه كبيره، فرقه عندها طموح كبير جدا، عندها منافسه ان هي تحاول ان هي دي مباراه مؤجله ان 3 بونت ديت. وعايز اقول لك على حاجه، كل الماتشات المؤجله ان النادي الاهلي بيكسبها كفاروق ب 6 بونت مش ب 3 بونت، ان هو بيكسب ان هو بيقرب من الصداره. زي ما الكابتن علي ماهر قال لك ان النادي الاهلي من مميزاته ان هو لو ركب على الدوري ما فيش حاجه هتقدر تنزله تاني. فدي حاجه كبيره ان هو يحاول يجيب يقلل الفرق بشكل كويس جدا ويركب المباراه، لان النهارده النادي الاهلي لما يكسب النادي المصري بيحاول كل ما بتكسب المنافس ليك او الناس اللي بتبقى في المربع الذهبي بتاعك ان انت بتاخد منها 3 بونت وبتوقعها 3 بونت. فالنادي المصري في المربع الذهبي، فالنادي الاهلي هدفه عنده عامل كبير جدا انه يكسب النادي الاهلي، يكسب 3 بونت بشكل كبير في المباراه. ايه الفرق ما بين مباراه نهائي كاس السنه اللي فاتت كابتن امام المصري ومباراه زي المباراه القادمه في الدوري الممتاز؟ انت بتلعب على بطوله، يعني انت بتحقق بطوله كاس، ان انت المباراه دي مش هتتعاد تاني او ما فيهاش تعويض يا كابتن فاروق. ان انت حسام حسن او كابتن حسام حسن من اللعيبه، ممكن احنا لعبنا معاه، عنده جرأه كبيره جدا في الهجوم، ما بيدافعش، بيلعب قدام اي فرقه ما بيدافعش او بيدافع زي بعض الفرق. عنده لعيبه كويسه جدا بتقدر بيعمل ضغط بشكل كبير جدا في كل ارجاء الملعب. لكن مباراه الكاس تختلف بشكل كبير، لان مباراه كاس ان انت ما فيهاش تعويض، يا تكسب يا تخسر. فهو كان عنده طريقه اللعب بتختلف في بتختلف كبير. طبعا بتختلف بشكل كبير جدا، ان انت بتحدد اللعيبه ان انت النهارده ما فيهاش تعويض يعني المباراه. لكن مباراه الاهلي بثلاثه بونت ان انت تقدر تكسب، او ان انت بتلعب على بطوله الدوري النفس الطويل، ان انت بعد ليك مباراه بعد كده ان انت تقدر تعوض. لكن ماتش بتختلف ماتش الكاس بشكل كبير جدا. كان انا عايز اقول لك على حاجه، كان فكره كابتن حسام اتغير في الفتره اللي فاتت، ان كابتن حسام حسن من الفرق اللي هي كانت بتبقى موجوده في المربع الذهبي، يمكن عنده طموح دلوقتي ان هو بينافس على الدوري. هو بيرسخ الجزئيه دي عند لعيبته. طبعا هو بص عايز اقول لك حاجه، وبعدين بيوصل حماسه والعصبيه بتاعته او الفوز بتاعه او عنده رغبه الفوز بيوصلها للعيبه بشكل كويس جدا، وعنده اللعيبه ان هي تقدر توصل له الفرقه بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. وعايز اقول لك حاجه، يمكن عامل حاله كويسه جدا في بورسعيد ان هو الجماهير بتحضر بكثافه في التدريب.
فيمكن هو تبقى هتلاقي مباراه كويسه جدا. الفريقين عاوزين يكسبوا، الفريقين عاوزين يوصلوا للصداره، فهتلاقي مباراه كويسه جدا الفتره اللي جايه. احنا نتمنى طبعا المباراه القادمه هي مباراه هتبقى صعبه، يعني مباراه انت هتلعب قدام فريق عنيد زي ما انت قلت، هو بيعرف يتعامل مع فريق نادي الاهلي كابتن حسام حسن، واللاعبين كمان عنده يعني رايك في الجزء الهجومي عنده يا كابتن بوداب؟ يمكن لما تيجي تبص هو لعب 10 مباريات حتى الان، تعادل فاز في 7 وتعادل في 1 وخسر في مباراتين، ليه 15 هدف، يعتبر من افضل الانديه احرازا للاهداف، يعني هو ونادي الزمالك هم الافضل حتى الان طبعا، والاسماعيلي برده معاهم في نفس التوقيت. يمكن هو عنده بجد يمكن يعني النادي المصري يمكن ما نساش برده المقاولين جاب 16 هدف برضه. يعني هو عنده زي ما قلت لك كان فاروق، ان الكابتن حسام كان فرود فبيلعب بطريقه هجوميه ما بيدافعش بشكل كبير جدا، يمكن عنده كمان لعيبه، يمكن ابو سليمه يمكن من الناس الهدافه كويس جدا، عنده احمد شكر بيقدر يوصل للفيرود بشكل يمكن هداف الفتره اللي جايه، عنده احمد جمعه، عنده لعيبه كويسه جدا بتقدر تحقق له الفرق ده، وهو بيلعب بطريقه هجوميه في الدوري من مش من الوقت او من السنه اللي فاتت، ده بقاله سنتين او من اي فرقه الكابتن حسام حسن بيمسكها بيحاول ان هو يلعب على المكسب، ودي عنده زي ما قلت لك يا فاروق ان عنده جرأه بشكل كبير جدا، يعني ما بيدافعش كابتن حسام حسن، ما بيعرفش يدافع، وعنده لعيبه كويسه جدا وبيقدر، ومن احسن مدربين اللي تقدر توظف اللعيبه بشكل كويس في الدوري المصري، حتى لما لعيب بيمشي او لعيب بيستغنى عنه او لعيب مش عاوز يبقى موجود بيروح ينتقل لانديه ثانيه ما بتفرقش معاه بشكل كويس، بيقدر يجيب لعيبه وبيقدر يختار لعيبه بشكل كويس جدا، بيقدر يختار اللعيبه اللي تقدر تلعب في المكان ده او تقدر تحقق له الفرق بالشكل ده. لكن هو عنده لعيبه زي ما قلت لك، الماتش هيبقى عنيد جدا، هيبقى قوي وهو يستحق المشاهده. كابتن حسام ممكن البدري ممكن يغير في التشكيل يا كابتن؟ ما اعتقدش، يعني نفس التشكيل اللي لعب مباراه الداخليه هو يبقى موجود، اعتقد اي روتيشن ممكن يحصل بعد دخول بعض اللاعبين، خروج بعض اللاعبين. هو ما بيلعبش غير في اثنين او هو بص هو ما بيغيرش الا في الخط الامامي. يمكن كابتن حسام عنده برضه ميزه ان هو بيغير في الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام، يقدر يغير فيهم بشكل كويس، لكن ما اعتقدش انه ممكن يغير، لان انت عايز اقول لك على حاجه، فرقه المصري عاوزه لعيبه سرعات، عندها سرعات بشكل كويس جدا، لعيبه تمسك الكوره وتلعب من سهله من رجل لرجل، فاعتقد ان ما فيش تغييرات هتحصل في التشكيل للنادي الاهلي. طيب خليني بقى يعني قبل، احنا بوقتنا بينتهي يا كابتن قدام، ما ينفعش ان انا نخلص الحلقه من غير ما اتكلم على محمد صلاح معاك. يعني انا كنت اتكلمت عليه في الانترو، لكن فعلا هذا اللاعب يعني انا بحبه بصفه شخصيه، نفس الوقت كمان جمهور مصر بيحبه، يعني انا مش محتاج اتكلم عليه اكتر ما يعني ما الناس بتتكلم عليه في كل حته، بما فيهم يورجن كلوب مديره الفني ومورينيو مدربه القديم، وكل مدرب صراحه هو بيمرنه بيثني عليه بشكل كبير. كابتن بص يا كابتن فاروق، انا يمكن انا فخور جدا بمحمد صلاح، من اللعيبه المحترمه جدا، لعيب عايز اقول لك على حاجه، انا متوقع ان محمد صلاح هيلعب في الاكبر الانديه العالميه، لعيب دلوقتي بقى حديث العالم، وعايز اقول لك على حاجه ان كل مباراه بيهدف فيها بشكل كبير جدا. انت بتقول مثلا الشعب المصري كله، يمكن احنا بنتفرج على المباراه قبل ما نخش على الهواء يا فاروق، الناس كلها سايبه الدنيا وبتتفرج على المباراه، يمكن اكنك بتتفرج على ماتش في الدوري المصري. انت دلوقتي اي فرقه، في ميزه كمان ان الشعب المصري اي فرقه محمد صلاح بيروحها احنا بنشجعها وعاوزينها تكسب بشكل كويس جدا، وعاوزين صلاح اللي يجيب الجول. محمد صلاح فرح مصر وفرح الملايين من الشعب المصري، يمكن كان سبب من اسباب ان انت توصل كاس العالم. انت بتقول لي انا ممكن عايز اقولها، يمكن انت بتقول لي الشعب المصري بيحبه، لا ده ربنا بيحبه طبعا، متواضع جدا، انسان محترم جدا، انسان كمان كل اكل فروق ما بيحس ان هو بيتالق تحس انه ما عملش حاجه. فانا يمكن انت قلت كويس جدا، في توفيق ربنا بشكل كويس جدا، يمكن في ناس في ناس بتقارن بينه وبين لعيبه كتير جدا، لا ده عدى يعني ما شاء الله عدى، واحنا متوقعين منه كتير ان شاء الله باذن وحدك. محمد صلاح هتظهر امكانياته كبيره كفاروق في كاس العالم، لانه هيبقى نفسيا مرتاح بيلعب. انت كمان انت فخور ان انت عندك في منتخب مصر بتاع 15 16 لعيب محترف، فدي انت بتقول لك احنا عندنا محترفين، انت لما كنت بيبقى عندك محترف واحد كنا بنعمل عندنا عدد كبير، ده احنا بنقول لك ان انت عندك عدد كبير جدا، عندك رمضان صبحي، عندك احمد حجازي، عندك تريزيجيه، فعندك مش عاوز انسى حد، لكن لعيب كويس. انا بتمنى، انا سعيد جدا باداء محمد صلاح، بتمنى له الفتره اللي جايه، وانا متوقع انه يلعب في الاحسن الانديه الاوروبيه في الفترات اللي جايه. كابتن والدهب بشكرك شكرا جزيلا، يعني انا ببقى سعيد ان انا ببقى معاك يا فاروق، وانت من الشخصيات المحترمه وانت محبب للقلب جدا، وانا سعيد جدا ان انا ببقى موجود معاك حبيبي كابتن والدهب، بشكرك شكرا جزيلا. يعني
كنا بنتكلم على النادي الاهلي ومباراه المصري القادمه وايضا المباراه الداخليه اللي احنا لعبناها وتالقنا فيها بشكل كبير، ويعني حصلنا على 3 نقاط بهدفين مقابل لا شيء للنادي الاهلي. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله، هنكون مكملين معاكم طبعا من خلال استاد الاهلي وكلامنا عن المباراه القادمه المهمه في بطوله الدوري والاسبوع ال11 من هذه البطوله والمباراه المصري ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا، هيكون معاكم بعد الفاصل البرنامج طبعا الاهلي ينتخب والاعلامي خالد الابرق ومحمد فاروق سعد، انتظروا. We'll be right back.